يا سلام يا سلام. السلام عليكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، فيديو جديد، الجزء الثالث من زيارتنا لوادي القنار، وهذه المرة ستكون مغامرة شيقة رفقة أطفالي وسط الوادي، حيث سنحاول الذهاب إلى أبعد نقطة في الوادي وسنغوص بكم في المياه الصافية النقية وسط الوادي، وسنمر على شلالات ومسابح طبيعية عديدة، وسندخل تحت الصخور والشقوق المائية، وستشاهدون معا عظمة الخالق سبحانه وتعالى في طبيعته وفي كونه، حيث المناظر الرائعة تحت الماء واكتشاف الكهوف الصخرية تحت المياه وفي الجبال، وسنتسلق الصخور والمرتفعات الصعبة. إن شاء الله انتظرونا في الجزء الثالث من مغامرات وادي القنار. تحياتي لكم من قناة بوزرماد سيمون. سنشارك معكم معلومات وفيديوهات متنوعة وهادفة ومفيدة، ونتمنى من المتابعين والمشاهدين دعم القنوات الهادفة ومحاربة القنوات التافهة التي كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعدكم إن شاء الله أننا سنطور من محتوى قناتنا من حسن إلى الأحسن، وهذا بفضلكم بعد توفيق الله، ونتمنى أن تشاركونا ملاحظاتكم وانتقاداتكم البناءة في خانة التعليقات لكي نطور من مستوانا، ولا تنسوا الاشتراك والمتابعة ليصلكم كل جديد ومفيد، ونشكر كل من شجعنا بالتعليقات والمشاركة. حياكم الله إخواني وأخواتي.